ايه لامتى انتوا رح تضلوا هيك على يميني ويساري مثل حراس شخصيين وما تتركوني؟ بالنسبة إلي مستعد ابقى جنبك لتسع شهور، المهم انتي وابننا تكونوا منها. بتمنى تكون ما عم تفكر تخليني متسطحة بالفرشة لتسع شهور مو؟ والله انا من هلأ مليت كتير من هالتسطيحة، شو رأيكم لو ننزل على الصالون؟ بلا شو لسه هلأ تسطحتي اي ملان؟ إذا حبيت العدس طلع شقي وبيتحرك مثلك وقتها رح نحاسبك إليك، مو هيك صهري؟ إيه طبعاً، الولد بيتعود حسب الوضع اللي كان فيه ببطن أمه، يعني إذا كان بدك ابنك يكون هادي المفروض تضلي متسطحة طول الوقت وتنامي كتير منيح. بالله جد؟ ومين يلي قال هالكلام؟ قريتها بصفحة معلومات على الإنترنت بس ما بتذكر شو اسم الصفحة. حتى إذا بدك ابنك يكون عاقل ويسمع الكلام لازم تكوني عاقلة وتسمعي الكلام بفترة الحمل، يعني الجنين ببطن أمه على الأغلب بيتعلم هالشغلات من أمه. آه صحيح، وأنا تذكرت أنا كمان قريت الكلام يلي عم تحكي، حتى الجنين مو بس بيتعلم من أمه، هو بياخد أبوه كمثال إله. مثلا لما يكون ببطن أمه بيحاول يساوي حيل أو يخدع أمه، الولد بيطلع محتال مثل أبو. تعالي حبيبتي زينب. اختي ريحان فيك تساعديني بوظيفتي؟ لا تشغلي بالك ما رح تعبك أبدا، بس بتنقليني وأنا بكتب. وأنا بساعدك زينب. أنا منيحة أمير، بتوقع فيني ساعدة أنا وبمكاني. بعدين لا تخاف وأكيد ما رح أتعب من الحكي. لا ريحان، حتى أنا ما رح أسمح لك أبداً أنه تتعبي حالك بالتفكير لتساعديها بوظيفتها. طيب أنا بساعدها. زينة بعدي هون. ماشي. حكي لي شو هي وظيفتك؟ الموضوع عن حياة الضيعة.